يهمني أؤكد أن هذا قرار من الحكومة صدر بعد دراسات مالية تأكد، وإحنا حريصين كذلك عكس ما قيل، حريصين على حقوق الكويتيين، حريصين على عدم الإجحاف أو المساس في أي من مكتسباتهم سواء العاملين أو المتعاملين مع هذه الجهة. وتأكيدا على ذلك ومن باب التعاون، احنا راح نقدم هالدراسات كلها للجنة الموقرة، ننتظر توصيتها قبل أخذ الإجراءات التنفيذية من باب التعاون.